أولى فقراتنا لليوم زينب رح نروح فيها لعالم الطفل وبتخص الأهل كتير. هي الفقرة يعني يبدأ الأهل مع أطفالهم أولى الخطوات نحو بناء شخصية واثقة تعرف ما تريد، والأهم أنه ما بتتأثر أو بتغير من معتقداتها ومبادئها وخصيصا من المحيط اللي هن الأصدقاء. اليوم نحن رح نتعرف كيف الأهل بيقدروا أنهم يبنوا شخصية سليمة لطفلهم غير متذبذبة أو متغيرة بشكل سلبي مع الوقت او بسبب الظروف والاشخاص المحيطين. رح نتعرف بشكل موسع اكثر عن هذا الموضوع مع الاخصائيه التربويه في التربيه الخاصه ريم سعد. سعد صباحك ريم. صباح الخير، اهلا وسهلا، سعد اوقاتكم. يسعد صباحك يا ريم. يعني عم نحكي عن موضوع بنضل نسالك اسئله تحت الهواء نحن فعم نحكي عن موضوع بهم كثير الاهل، وخاصه هذا التناقض اللي عم نعيشه بين القيم الاجتماعيه والمبادئ اللي تربينا عليها مثلا او اللي تربوا عليها اهلينا، والجيل الجديد الطالع مع عصر السرعة الانترنت الانفتاح، هي القيم والشيء المتغير بالعالم. تمام. هذا التوازن كيف الأهل ممكن أنه يحققوه بما يعني يكون مناسب لمجتمعنا؟ تماماً، يعني التربية كتير عملية صعبة، لو ما أنا صعبة ما كان لهلأ نحن عنا أبحاث من أهم الجامعات بطرائق التربية وأنه هذا المفهوم صح وهذا المفهوم غلط لأيامنا هي. حتى إذا بدي ربي أنا يعني طفلي بدي ربيه على قيم ومبادئ، أول شيء بدي أخذ بيئتي، أنا بيئتي شو العادات اللي بتحكمها أو شو القوانين اللي بتحكمها، هذا أساسي بإني ربي طفلي فيها طبعا بالشيء الصح المقبول. تانيا بتحكمنا مثلا أنا كأسرتي شو عندي عاداتي، شو عندي قيمي، الروابط الاجتماعية يعني يلي هي كيف أنا بدي أنشئ ابني. بس دائما يعني ناخذ أشياء الوسطية، دائما الوسطي هو اللي بيريح، المعتدل، الاعتدال بالأمور. يعني عنا بتكون تربية بنشوفها كتير صارمة وتربية كتير متساهلة، العمليتين عم بيكونوا عنا عم ينشئوا عنا طفل، يا هو طفل انسحابي يا هو طفل عنده جراءة زايدة أو أكثر من المتوقع. وبالأخص أنه نحن هلأ مو بس الأسرة اللي عم بتربي، مثل ما تفضلتي عم بيربي عنا النت، عم بيربي عنا الفيس، عم بيربي كل عنا هاي الأمور الاجتماعية اللي نحن على وسائل التواصل، هي عم تساعد بأنه نحن تربي معنا طفلنا أو بالأحرى عم تدخل له مفاهيم نحن ما بتناسبنا ليعيش فيها وليقوم بتنفيذها. بس هي ما بتربي، هي لأ هي عم تعطيه أشياء ونحن ما عم نقضي. يعني غالبا أنا ما بلوم الأهل، نحن صارين مجتمع استهلاكي كتير، فوقتنا مع أولادنا هو عم يكون وقت قليل جدا، قليل كتير، وما فينا نلوم العيلة أو نلوم الأهل لأنه بالفعل هن يا دوب عم يلاحقوا هاي القصص. بس دائما بتمنى من الأهل المراقبة، أضعف الإيمان. يعني أنا إذا أنا ما بدي أترك وسائل التواصل تربي مثل ما ربينا نحن، يعني ما أقول نحن لا، نحن لأنه بجوز وسائل التواصل على قلتها كنا نقدر نلعب أو نتسلى أو نعمل أي شيء بأبسط شيء، كان في وقت أكثر مع أهلينا. تماما، وبأبسط الأمور كنا نحن نقدر نعمل ونخترع ونجيب. فأنا ببساطة كتير بطلب من عيال أنه فصلوا النت عن البيت. صحيح. ما ضروري يكون النت، حتى ما ضل أنا وولادي بمجابهات أنه خلي وما خلي وقوم وعمل. لا، في قانون عندي بأسرتي ببيتي 1 2 3 بريحني أنا، بقدر وازن مع أولادي بهذا الشيء. يعني دائما الأهل بيفكروا أنه صار عندهم طفل هن كيف بدهم يقدروا يبلشوا بمرحلة تكوين الشخصية السليمة لهذا الطفل. من أي عمر تبدأ هذا الموضوع التربية؟ كتير يمكن في أولاد بيقولوا أهل عفوا بيقولوا صغير هالولاد، لسه بكير، لسه ما فيني أزرع هاي القيم بهذا الوقت بهذا صح العمر. صح. بأي عمر لازم نبلش نزرع بأطفالنا لنحصد على كبر؟ تماما. هلأ نحن إذا منلاحظ الأطفال، يعني إذا كان في عنا أهل أو حتى المهتم أو بده يعمل عيلة، من عمر الأشهر أنا بقدر أعطي، بلش أعطي لابني القوانين أو القواعد اللي هي بتهم عيلتي طبعا بدها تكون صح، شيء صح. بقدر من عمر الأشهر أنا طبعا بالطريقة اللطيفة، إحنا ما عم نحكي صوت عالي أو ما عم نحكي الجزر اللي أحيانا الأهل بيمارسوا، لا، دائما في عندي أنا شيء الثوابت، أنا شو ثوابتي بأسرتي، شو ثوابتي بعيلتي، هاي اللي بربي علي ابني. نحن أول 3 سنين بعمر الولد هي أهم شيء حتى بالقواعد السلوكية. بعد 3 سنين يبلش ابني أنا اللي زرعته فيه بالأول 3 سنين يبلش، ما عاد في هاي المجابهات. عمر 3 سنين هو عمر الشخصية عند الأطفال وعمر الأنانية، بتكون عنده تكوين شخصيته ومفاهيمه،
انا كثير بكون مريحه حالي وقت انا قبل هاي 3 سنين عاطيه كل شيء القواعد الاساسيه عندي بالاسره اللي هي كيف لازم تكون يربى علي طفلي. وبيقدر يفهمها بهذا العمر؟ طبعا طبعا بيقدر يفهمها. الطفل ذكي كثير، ذكي لانه دماغه لساته هو عم يتكون، ما عنده المشاكل وما عنده القصص اللي نحن دائما عم نفكر فيها وملهيين فيها، لا هو قاعد عم يراقبنا عم يشوف كل تصرفاتنا. اهم مورد له بالعادات او بالشيء السلوكي اللي احنا بدنا نزرعه فيه هو الاب والام او العيله، بشوفهم كيف عم بيتصرفوا، انا بخزن وبعمل مثلهم، طبيعي اني اعمل مثلهم، انا ما فيني امنعه ما يقلدني اكيد بالشيء اللي عم بعمله، لانه بابا هو الصح، هو القيمة قدامي وماما هي الصح لأنه هي القيمة اللي قدامي. فأنا إذا بدي ربي أنا بدي انتبه على تصرفاتي، بدي انتبه كيف بعمل، كيف بحكي، كيف بتصرف، كيف دائما بقول الحقيقة، كيف دائما بتصرف، كيف بحترم أهلي أنا كأم أو كأب، كيف بحترم كتير أهلي، كيف بود المحيط اللي قدامي، الأواصر الاجتماعية أو صلة الرحم إذا أنا هي بدي أزرعها، كيف أنا وقت بحكي على التليفون ما بقول لا قولي فلان ما أنا موجود، هاي كتير بدي انتبه لها لأنه بتعود الولد الكذب. كيف إني استأذن إذا بدي أخذ شيء حتى لو من زوجتي، إنه أنا ممكن أفتح مثلاً جزدانك أو أخذ شيء من غراضك، الولد رح يربى فهو رح يستأذن، ما رح يكون عنده أسلوب إنه يأخذ ويخبي. فأنا كل شيء بدي ربي لابني بأول مرحلة بدي أعمله فهو رح يتعلمه مني. هذا قبل ما أبدأ أنا ببعته على اجتماعيات أكبر اللي هي المدرسة، ويبلش اختار له، انا لازم اختار له المدرسه اللي ما تكون انا ما بحكي ولا نختار شيء 10 نجوم وخمس نجوم، لا بدي اختار الناس اللي بدها تكون داخل المكان التربوي هذا. كثير انا سائل انه يعطي قيم صح لطفلي صحيح بالتصرفات تبعوتهم، معناته انا اول شيء الاسره، ثاني شيء انه انا كثير بسمع انه التيتا هلا طبعا بيت الجد لهم كثير دور اساسي بالتربيه، بس الافضل يكون انا واحد رقم واحد الاب والام السلطة، لأنه إذا تعددت السلطة فأنا ما عاد أبي سيطر على ابني، صرنا كلياتنا بدنا نربي تيتا الحنونة بتروح السلطة كلها تمام صرنا كلياتنا بدنا نربي، وقت كلنا بنربي الطفل بصير بقى بياخذ من كل طرف شو بده، يعني بصير استغلالي هو بيطلع حسب مصلحته مو حسب الشيء الصح. يمكن هي القصة موجودة عند كل الأهالي وصعب السيطرة عليها ريم، خاصة أنه الطفل مثل الوعاء يعني شو ما حطيتي فيه بيلقط بعمر معين. كيف يعني الأهل يعني في مقربين محببين بتشاركوا أحيانا بتربية الطفل، كيف هي الأم اليوم تسحب الطفل اللي عندها في عادة غلط أنه تخلصوا إياها، لأنه عم نشوفها كتير إن كان عناد إن كان أحيانا بطر أحيانا نأ تماما، فعم لقيهم عند الأولاد كتير تماما. هلأ إذا بتبحث الأمهات عن أسباب هاي الشيء حتلاقي دائما أنه تربية متساهلة، تعدد التربية بالأسرة، انه ما بنقضي الوقت المثمر مع اطفالنا، ما ضروري نقضي 4-5 ساعات، بس اذا قضينا ساعه تكون هاي الساعه مثمره، يعني تكون هاي الساعه ايجابيه، مو انا قاعده معي هو انا على هو على التاب وانا على الموبايل او انا على اللابتوب عم اشتغل وهو قدامي، لا بده يكون في شيء تفاعل اجتماعي كثير مهم، بدي يكون انا حاطه ببالي انا هذا الاسبوع بدي اعلم ابني مثلا انه كيف يساعد، كيف يساعد مثلا الشخص الكبير، فانا بقوم قدامه بشيء اسمه نمزجه، بأدي أدوار، بقرأ قصة، بقرأ كتير مهم القراءات، وطبعا معروف الموارد اللي أنا لازم أقرأ منها، يعني في أبحاث معروفة الجامعات اللي بتخرجها، معروف الأشخاص أو إذا بنسميهم صاحبين الخبرة أو صاحبين العلم، في أشخاص موثوقين بأنه هن ناخد نحن منه القصص بالتربية، لأنه هي بتكون نتيجة أبحاث على آلاف الأطفال بالقصص الصح ممتدة تقريبا 20 سنة، فأنا باخذ من مورد الصح. لازم أقرأ كتير، لازم من قبل ما أقرأ وجيب حتى قرر أنجب طفلي نختار العيال، يعني أنا إذا بدي أرتبط لازم لازم أتعرف على العائلة زوجي أو زوجتي، كيف نشأتهم كيف تربيتهم، هذا كتير مهم للتربية بعدين، يعني أساسي أنا قبل الزواج أني هي الأسرة اللي بدي أعملها بعد ما أتزوج، هاي نقطة كتير جوهرية ونحن بنلاحظها، يعني التربية الخاصة كتير بنلاحظ المشاكل اللي بتكون عند الأسر اللي من قبل حتى ما يتزوجوا، هاي بدي أعتني فيها، بدي أقرأ كتير، بدي دائما أكون أنا اللي عم ربي تيتا أو ماما أو بابا اللي هن عندهم أكيد ربونا وربونا تربية صح، بس اختلفت السنين اختلفت الأجيال، اللي كان ممنوع أو اللي كان مسموح بالماضي هو هلأ ممكن يكون لا، فكمان أنا هاي بدي انتبه لها كثير منيح، بدي حاول ربي شيء معتدل،
يعني ما اكون كثير انه لا انا ما دللت فبدي دلل. الدلال الزائد هو عم يعمل لنا كثير مشاكل، من العناد، من التساهل، من انه انا طفلي بالمدرسه او والنق هذا اللي كثير العالم تماما. هي دائما الاهل لطيفين بيكونوا مع اطفالهم مثلا، واحيانا بيكون عكس. يعني انا عم شوف نماذج عم احكي لك من المقربين، يعني ممكن اهلي كثير عندهم قسوه، صار عندهم طفل جدا عنيد، صار عندهم طفل جدا عنيف، لانه دائما اهلهم عم يقولوا لهم لا وما بيصير وحاطين لهم قوانين اكسترا صارمه. تمام، عشان هيك احنا دائما بنقول بكل شيء هو الاعتدال. شو الاعتدال؟ يعني هو الوسطيه. الوسطيه انه انا لا دلال زائد ولا حرمان او تسلط شديد بالتربيه، لا الاعتدال. انا هذا الشيء اللي بدي اعمله لابني، مثلا انا ابني من حقه يروح كل مره بالاسبوع مره مشوار. طب هذا المشوار مو ضروري دائما يكون مثلا على المول، لانه بالمول مثلا انا عم بعطي طبعا مثال، العاب كثير، قدره ماديه محدده، ما في داعي اخذ ابني لمكان اقول له لا هي ما فينا نلعبها وهي ما فينا نعملها وهي وهي وهي. تماما، فيني انا اخذه مشوار بالشارع، نمشي عرفه مثلا على انواع الشجر، عرفه على البناء، عرفه على اسماء الشوارع. تماما، حدائق، ما جبت اسماء الحدائق لانه يمكن احنا على نظر صحي. تمام، فانا اختار، يعني انا بدل ما اخده على هاي البيئه ودائما اقول له لا 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 فكر، لا باخده على هيك لانه هيك حيكون اريح الي ولاله. تماما، نحن مثلا هلا عندنا ظرف صحي، طيب معناتها في الالعاب الداخليه رح تكون اكثر، شو بيمنعني انا ابحث عن الالعاب الداخليه واقضي هذا الوقت مع ابني احسن ما اقول له ما فينا نعمل، ما فينا نساوي، دبر راسك، اعمل. بدي اعطيه شيء يعمله، بدي اعبي له وقت الفراغ. الفراغ كل ما زاد هذا يعني مشاكل سلوكيه اكثر. ويمكن هن فعلا اذا بنرجع للاهل قديش عم يمضوا وقت مع اولادهم، يعني اذا قلنا عم يرجع طفل من الروضه او من المدرسه الساعه 2:30 فهن عمليا 8 الاولاد عم يناموا، ما في هذا طبعاً. الوقت كثير كبير. يعني هذا الشيء لهيك لازم نفرغ حالنا يمكن هذا الوقت البسيط ولانه ساعة يعني. طب الامهات ما فيهم يقضوا كل هذا الوقت لانه في عندهم كثير مسؤوليات كبيره. هو هي الساعه والتحضير لباقي النهار انا شو عندي، بتوقع بشويه تنظيم وقت بتزبط، ما أنا صعبة يعني، هي بدها شوي تنظيم وقت وبدها شوي اتعب على حالي كون أنا قررت جيب طفل لهي الحياة حتى يطلع قدر الإمكان متوازن. أكيد صحيح. صحيا أكيد يا ريم، يعني شكرا كثير على كل المعلومات اللي أعطيتينا إياها، وإن شاء الله يكونوا كل الأمهات استفادوا من النصائح لأنه هي السهل الممتنع، عرفتي كيف؟ لازم تكون فايتة بتفاصيل حياتنا. شكرا لوجودك وإن شاء الله نهارك يكمل بكل خير. شكرا شكرا كثير لك، يسعد أوقاتك، وشكرا لكم، يكون نهارك كثير مميز إن شاء الله. شكرا.